بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدينا الكرام في كل مكان في حلقة جديدة ويوم جديد وفيها حاجة حلوة. يا رب دايما نقدر نكون بنجيب لكم كل حاجة حلوة موجودة، لكن الحقيقة بتبقى بس يعني عينينا من كتر ما هي بتشوفها دايما بتتعود عليها فبتغفل عنها، واحنا بنحاول ده من خلال برنامجنا ان احنا نركز على كل حاجة حلوة موجودة وبالفعل في الواقع. الحقيقة يمكن احنا خلاص بدأت رياح موسم المدارس والعودة إلى العام الدراسي، والحقيقة يعني مع العودة إلى العام الدراسي الحقيقة الموضوع ما بيبقاش بس تركيز على الدراسة، ويمكن ده ناقشناه قبل كده واتكلمنا ازاي نركز أكتر في الدراسة ونحقق أكتر أو أعلى تحصيل دراسي. الحقيقة الموضوع مرتبط كمان بالتغذية، ولانه زمان كنا دايما نسمع مقوله العقل السليم في الجسم السليم، دلوقتي بقينا بنشوف كمان ابحاث علميه كتير جدا اثبتت انه للتغذيه السليمه المتوازنه علاقه كبيره جدا بالتحصيل الدراسي، وقد ايه ممكن اولادنا يبقى عندهم نشاط وتركيز عالي جدا، وازاي ممكن نحن الحيره المعتاده لكل ام النهارده اول ما بتدي الموسم الدراسي، ها هحط له ايه بقى في السندوتشات، اعمل له ايه عشان يقدر يركز اكتر، عشان يقدر ان هو يكون ان شاء الله من الناجحين والمتفوقين. والحقيقه ده مش بس اهتمام الام، انما كمان اهتمام الدوله، واللي شايفينه في الفتره الاخيره يعني اهتمام كبير جدا وتوجه هام جدا من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحقيقه يعني المبادره الهامه جدا لطلاب المدارس 100 صحه اللي بتهتم بالامراض الغير ساريه زي السنه والانيميا والتقزم، ازاي يبقى في كشف مبكر على هذه الامراض من البدايه جدا. فاهتمام كبير جدا وجيد من السيد الرئيس بالطلبه، والحقيقه هي مش من نوع يعني مش الأولى من نوعها اهتمامه دايما بالصحة، إنما كمان كان في قبلها مبادرات كتيرة جدا زي 100 مليون صحة وزي صحة المرأة وزي اهتمامه بالشباب في ندوات الشباب، يعني اهتمامه بكل الفئات الموجودة. ولكن النهاردة عشان احنا بنتكلم عن الأطفال بشكل خاص فنتكلم بتفاصيل أكتر عن هذه المبادرة وزي ممكن تفرق كتير جدا في صحة أولادنا وأطفالنا، وزي هتنعكس أيضا على دراستهم وعلى تحصيلهم الدراسي وعلى النشاط والتركيز وتفوقهم بإذن الله. النهاردة نعرف تفاصيل كتيره جدا عن ازاي مع العوده الى مدارس يبقى في تغذيه سليمه متوازنه مع ضيفتي العزيزه اللي مشرفاني ومنوراني في الاستوديو دكتور امل زكي، باحث بمعهد بحوث تكنولوجيا الاغذيه بمعهد البحوث الزراعيه. اهلا بيكي يا دكتور. اهلا بحضرتك استاذه، منوراني ومشرفاني. ربنا يخليك يا فندم، ميرسي جدا لحضرتك. الموضوع النهارده موضوع مهم جدا، موضوع الحقيقه يعني الحدث وموضوع الساعه الفتره دي في قلق في كتير من البيوت المصريه، هتلاقي حتى يمكن في الريف وفي الحضر وفي المحافظه في كل مكان مجرد ما بدء الموسم الدراسي بتلاقي في توتر في البيت المصري. ده فعلا كل سنه هم طيبين وكل والشعب المصري كله بخير يا رب، وعام دراسي علينا كلنا يا رب سعيد وبصحة سليمة وأطفال سعداء يا رب وناجحين ومتفوقين وبصحة جيدة يا رب. آمين يا رب العالمين. دكتور أمل، خلينا كده في البداية نعرف الأول، يعني هل التغذية بصفة عامة للأطفال يعني إيه أهميتها؟ إزاي بتنعكس على فعلا دراستهم؟ هل ليها دور قوي جدا وبيفرق إزاي؟ طبعا طبعا، يعني التغذية دي مهمة جدا جدا جدا، يعني لو هو ما اكلش كويس هيجيله انيميا، مش هيعرف يركز، هيجيله صداع، مش هيعرف حتى ينمو في الفتره اللي هو دي، هو عليه مذاكره هيبقى مذاكره كتير، نمو في الفتره دي بينمو فيها كويس قوي، بيعمل اساسا نشاط كتير، فلازم يعوض كل ده بان هو ياكل كويس. لو ما اكلش جسمه هيتبني ازاي؟ مش هيقدر. وزي ما حضرتك قلتي العقل السليم في الجسم السليم، ودي حاجه يعني عايزين نركز عليها كلنا حقيقة، يعني في حاجات في متناول الكل، في تناول الناس كلها. لازم أول حاجة الطفل لازم يفطر، ودي حاجة أساسية جدا، ما ينفعش ينزل يروح المدرسة من غير ما يفطر، حتى لو ما عرفش يفطر الوقت متأخر ثلاث تمرات خمس تمرات، التمر ده رائع يعني سحر بجد. أولا سريع الهضم جدا، ما بينزلش المعدة أساسا على طول، سريع الامتصاص، بيديكي طاقة عالية جدا على طول منه للدم على طول، ما فيش، هو عبارة عن سكر والياف، الالياف بتخش على طول جوه الامعاء الدقيقه وخلاص، يعني ما بيبذلش حتى مجهود فيها، يعني سهل الهضم، سهل الهضم جدا سبحان الله، يعني على الصباح كده يعني السنه النبويه السنه طبعا، والسنه كمان على النبي عليه الصلاه والسلام لو خدتي سبع تمرات في كوبايه لبن خلاص، مش مهم بقى يفطر يجري يلعب طول اليوم ما فيش مشكله، بالعكس دي تديله طاقه ومناعه وفي فيتامينز وسكريات كل حاجه، فانت اديتيله وجبه غذائيه كامله وكالسيوم، فيعني كده يعني الحمد لله يبقى حاجه كويسه جدا.
او يشرب كوبايه لبن يخليها معلقه عسل ابيض. مفيش، ضروري جدا كل ام فعلا انصحها على الاقل معلقه عسل اسمر كل يوم الصبح. اسمر يعني. اسمر عشان الحديد. لان دي الحديد طبعا حضرتك عارفه لما بينقص بيبقى دي الانيميا دي بتعمل كل حاجه، بتعمل دوخان، بتعمل دايخ، مش عارف يركز، مش عارف يكتب، بينهج، مش عارف يتحرك، يعني بتعمل مشاكل كتيره جدا جدا جدا. نقص الحديد مهم جدا يا دكتور، بس دايما بسمع عليه انه الحديد نبعده عن الكالسيوم. فعلا ما يتاخدش في نفس الاوقات يعني. لو هناخد مثلا لبن وبيض الصبح، لا نخلي الحديد مع البروتين مثلا واللحوم. ده حقيقي. في الغداء بينهم ساعتين على الاقل. يعني دي اقل حاجه ساعتين عشان ما يحصلش منهم، انت كده لا هتستفيد لا بالحديد ولا بالكالسيوم. بيأثر على بعض فعلا. فحتى الام الحامل لما بنيجي ننصحها نقول لها لا تاخدي الكالسيوم لوحده الصبح مثلا او بالليل الحديد، عشان الاثنين ما تحصلش بينهم تضارب. تمام. هيقل من الفايده يعني طرف هيضغط على طرف او هيخلوا الفايده طبعا مش مكتمله من من الحديد والكالسيوم. طب احنا عايزين اولادنا يستفيدوا اقصى يعني استفاده قصوى. دلوقتي حضرتك كلمت لنا على وجبه الفطار واديتينا زي تيبس كده عنها او نصايح مهمه جدا سريعه لكل ام النهارده تركز جدا. وفي احيان بعض الوجبات يا دكتور يعني عايزه اقول لك بتغفل عننا، او كتير من الامهات ممكن ما تكونش بتهتم بيها، زي ان احنا النهارده نفطرهم قبل ما ينزلوا. دي لازم للمدرسه. دي لا وجبه اساسيه. صحي بقى نايم مش مركز فتقول لك انزله على طول على الباص. لو شوفان، لو يعني حاجه كده سريعه، مش لازم يقعد اي سندوتش، بضايه مسلوقه مع خبز صغير قوي، ده هيبقى سريع خلاص كده، هيبقى كويس قوي. مش لازم يعني ايه سندوتش فول، اي حاجه. المهم يحط اي حاجه في معدته ومعدته تشتغل. انما هو لو هو نازل من غير فطار خالص، هو حرق اللي عنده. تمام. ما بقى خلاص كل يوم بحرق من المستهلك عندي، المخزن عندي، مش هلاقي حاجه بعد كده. وطول الوقت العامل اليوم الدراسي طويل، هيرجع مثلا على الساعه 3 بعد 3 هيبقى خلاص مش قادر حتى ياكل. حتى ومعظم الاطفال بيروحوا بالسندوتشات بيرجعوا بيها تاني. لسه كنت اتكلمت في النقطه دي. كتير من الامهات يا دكتور بتجننهم. ايوه يعني وكانه بيعند معاها، هي تدي له ترمي له سندوتشات من هنا هو يرجع لها بيهم. هو لازم تنوع او يكون فيها. مسلفهم لحد يعني. بتحصل بس عشان كده لازم ننوع، يعني مش كل يوم جبنه فول، لا يعني مره تنوع. ومش لازم كل يوم بطاطس، يعني البطاطس دي برضو حاجه صعبه، ان الحاجات المقليه كتير دي بتبقى صعبه. يعني وانصحكم نصيحه يعني بجد، بلاش الحاجات اللي هي يعني السناكس وال يعني والشيبسي والحاجات دي كلها والاندومي، الحاجات دي نصيحه بلاش يعني. كل الاولاد معظمهم بيستسهلوا، طب خد هات من بره ساندوتش من بره وخلاص. دي بتعمل مشاكل كتيره جدا، بتعمل مشاكل في الهضم يعني، طبعا عواقبها تانية اكتر من كده، اكتر من يعني. فاحنا عايزين اطفالنا يبقى عندهم صحتهم كويسه. وننوع لهم يا دكتور زي ما قلتي كده في السندوتشات يعني انا اعتبر ناخد لهم فاكهه. لو حد بيديني كل يوم نفس السندوتشين بنفس الجبنه بنفس اكيد مش هاكلهم، اكيد هزهق طبعا. فاغير يعني مره فاكهه، مره نص تفاحه، مره عنب، مره بلح، الحاجه اللي موجوده افيلبل في السيزون. يعني في جوافه هدي له جوافه، اديها له فريش مقطعه بس محصوله. في امهات بتحط مثلا طماطم وطماطم خيار. هل ده يا دكتور ولا صح؟ لا مفيش مشكله خالص، بالعكس ده كل ما تنوع في الالوان كل ما بدا احسن، لان ده انتي كانسر. هل في حاجات ممنوع ان هو ياكلها يعني زي ما بيقولوا على الريق كده على الصبح، ما ينفعش ان هو ياخد الحاجه دي تضره اكتر او تعكس الفايده بتاعتها ولا لا؟ لا 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 خالص، طالما حاجه فريش طبيعيه ياخدها مفيش مشكله. بس ما يعني ايه، ما يبقاش كل يوم نفس الحاجه دي، ان كده غلط. لان يعني انا البذر بتاع الطماطم مش مضر على المعده أبداً. هل يعني بيأثر مثلا على بقيه الحاجات ان يبقى في عدم امتصاص؟ لا 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 خالص، هو بس لو لا قدر الناس اللي هم يعني مثلا عندهم حموضه في المعده فيها عندها مشكله ما تزودش. انما ما فيش مشكله خالص، يا ريت ياكلوا طماطم وشهم يحمر كده. انا قاعده اقنعهم كل حاجه بتاكليها لونها بيجي عليكي، يعني لو اكلتي طماطم خدوتك هتحمر. قولوا له الاطفال كده عشان يرضوا ياكلوها. الجزر وشك هيبقى جميل وشعرك هيطول، الحاجات دي فعلا بتاثر على الجلد والشعر والصحه العامه بتاعه الطفل نفسه. هي الثقافه دي ثقافه ان انا بقى عارفه الحاجه وفايدتها. هيطلعوا بيحبوا الغذاء مش كده. بيعندوا معانا وما بياكلوش بالظبط كده. واساله انت عايز ايه او انت عايزه ايه، هتقول لي طب اعملي لي كذا. خدوا بالكم ان الاطفال يعني بتشوف اصحابها فبتيجي تقول لك انا عايز كذا،
وتنوعي، مش كل يوم نفس البيض، لا هعمل بيض مره بال 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 بلحمه مفرومه، بيض بالبسطرمه، بيض يعني انوع. بس البيض ده يعني مش لازم كل يوم برضو، انا قصدي اقول يعني ننوع حتى في الايه، في شكل الـ 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 الاكل، الأكل نفسه. يعني لو هكرره اكرره بشكل مختلف، مختلف ما يبقاش يوميا يعني اتحايل على الطفل في حيل ذكاء كده يا دكتور. ايوه بالظبط، الام كده. هي اعتقد لو عملت الحيل الذكاء دي هتخلي الطفل يحوت شويه عن الحاجات بتاعت بره والاكل والشيبسي، هيتعود على الاكل والحاجات المغذيه بالظبط كده. كلميني بقى يا دكتور كمان عن الكافتيريا بتاعت المدرسه ودور الرقابه عليها، واعتقد ما فيش خضار ولا فاكهه ولا حاجات دي بتتباع، كله حاجات طبعًا محفوظه، ملونات، الوان صناعيه، ده حقيقة. يعني مواد حافظه، حاجات كلها. بس والله يعني في بعض المدارس حقيقه بداوا دلوقتي يعني الوعي الثقافي عندهم يزيد، منعوا تماما، في حاجات منعوها خالص يعني، ودي حاجه جميله جدا. نتمنى لكن طبعا تعمم يعني، يا ريت يا ريت والله بتبقى حاجه جميله يعني، اقول لها فيش شيبسي في المدرسه يا ماما، لكن ما فيش مش كده يعني، انما اغلب المدارس بيبقى فيها الحاجات دي، والطفل غصب عنه برده زي ما بيشوف صحابه هيعمل. بس انت لما يعني تحجمي شويه هتبتدي لو ما جبتش كذا انا هجيب لك حاجه كويسه يعني تكافئيه، فخلاص انا ومعايا العصير بتاعه، كل ما يبقى العصير مثلا فريش يبقى احسن، مره مانجا مره جوافه مره رمان، يعني الحاجات والله الحاجات الفريش دي، حاجات فريش دي رائعه. اولا يعني ما فيش مواد حافظه، ما فيش الوان صناعيه يعني، فانت بتديله. وكمان كوبايه العصير دي جايه منين؟ مثلا من مثلا مانجايتين مثلا، انت بتعملي شوب عصير من حاجه، فانت زودتي الايه، بدل ما يقعد ياكلها وياخد وقت، لا انت اديتها له على طول ايه، سريعه. الجوافه نفس الكلام، وحاجات افيلابل يعني، مش الرجوع الى الطبيعه هو افضل شيء في كل شيء اعتقد. هو كمان بقى دلوقتي الاتجاه السائد والعام، مش بس في مصر انما كمان في كل دول العالم طبعا، ان احنا نرجع للطبيعه، الحاجه الفريش، الحاجه الطبيعيه، ونبعد بقى عن الحاجات اللي كلها مغلفه ومليانه مواد حافظه. ممكن اعمل لهم فروت سلط يعني، طبق كده صغير مقفول فروت سلط، كانتالوب، بطيخ، عنب، بقى يا دكتور الحاجات اللي تبوظ يعني اقصى مثلا مده تقعد معاه قد ايه؟ يعني كتير من الامهات بتخاف ان هي تدي له حاجه زي دي فتبقى يعني تبوظ وتعجن وتبقى شكلها مش لطيف، فالولد يتعقد اكتر ويبقى قرفان من الاكل ويبعد اكتر عن الاكل. هي لو محطوطه صح، معلبه صح، ميبقاش على بعضه، كله على بعضه، هتبقى يعني لو انا هعمل الفروت سلط دي هعملها او الجرين سلط منفصله مش مع السندوتشات، لانها هتتبل فهيبوظ، لا هياكل ده ولا هياكل ده، فتبقى في بوت لوحدها مقفوله، مقفوله كويسه، ويا ريت ما يكونش في حاجات فيها ميه تقع منه، لو عصير تبقى حاجه مقفوله كويس عشان يبقى يعرف ياكلها، وحتى يبقى شكلها حلو، لان العين هي اللي بتاكل، مش يعني اول حاجه بتاكل اللي هي عينيكي، لو لقيتي الحاجه عينيكي عجبتك هتاخديها حقيقة. لو لونها يعني شكلها ما عجبكيش مش هتقدري تاكليها. يعني اكتر حاجه الشكل بيلفت طبعا طبعا، كبار وصغيرين وخصوصا الاطفال. يعني ما بياكلش جزر ابشرهوله، احط عليه معلقه سكر، يعني يحس ان في حاجه ايه اتغيرت، طعم الحاجه اتغير، والجزر ده فيه فيتامينز الف رائع يعني، فعلا فيه كاروتين انتي كانسر. خلينا هناخد تفاصيل اكتر في الاغذيه وفوائدها، عارفه يعني مع بوز الاغذيه يعني كان ليه دور هايل جدا وما زال في يعني الابحاث الهايله اللي كل شويه. لا ودلوقتي بس هستاذنك عشان الاتصالات معانا ومش عايزين يعني نطول عليهم، معانا اول اتصال تليفوني من مها من القاهره، اهلا بيكي. اهلا وسهلا، اتفضلي. كريم جد في موضوع مهم جدا بيهم كل ست في الحياه، ان تقدر تواجه ازمه الاولاد ان هم بيروحوا المدرسه معاهم سندوتشاتهم، وفي الاول والاخر يرجعوا السندوتشات معاهم ما كلوهاش، وفتره الغداء ما بياكلوش، يجي بالليل ياكلوا اي حاجات اللي هي التيك اواي والكلام ده، وفي الاخر برضو ما بيتغذوش صح، وبيروحوا المدرسه همدانين كسلانين مش عايزين يروحوا، يعني نعمل ايه معاهم؟ ليكي اي سؤال لدكتور امل يا مها؟ بالنسبه للتكلم عن الطماطم وكده، طب ما انا الدكتوره قالت لبنتي ان هي ما ينفعش تاكل الطماطم لان هي البذور دي بتاثر على الكبد، فازاي يعني في حاجات بتتقال من الدكاتره يعني ان هم يعني في حاجات ناكلها وفي حاجات لا، ايه الصح؟ ايه المواعيد اللي ممكن ناكل عيالنا فيها الحاجات، السلطات والطماطم والخيار والجزر وكل ده؟ طيب يا حبيبتي حالا الدكتور هترد عليكي، وبشكرك على اتصالك ده، شكرا جزيلا ليكي. وطبعا عايزه اقول لكل مشاهدينا اللي بيشوفونا النهارده ان احنا عندنا اتصالات والارقام التليفونات الخاصه بالقناه هتظهر على الشاشه، حابين تتواصلوا، حابين تسالوا تستفسروا عن اي حاجه تخص عوده الاطفال للمدارس والتغذيه السليمه بتاعتهم.
دكتور أمل، بتكلمنا في جزئية إنه الأطفال النهاردة بيبقوا عايزين نديهم حاجات تفيدهم أقصى ما يمكن، ولكن في حاجات ممكن تكون مثلا تضر الكبد. تضر، بصي لو هي بتضر الكبد هي لا قدر الله يعني عندها هي مشكلة، انما مشكله خاصه الطفل يعني. يعني مثلا في اطفال عندهم حساسيه من موز مش هديها موز، عندها حساسيه من فراوله مش هديها فراوله، انما انا بتكلم على نورمال الناس ما 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 فيش مشكله خالص، بالعكس احنا يا ريت ياكلوا طماطم وخيار وجزر وجرجير، الحاجات الخضراء دي حاجات والفريش بتبقى رائعه جدا جدا جدا، يعني بتدي فيتامينز، بتسهل الهضم، بتمنع الانتفاخ، بتمنع الغازات. الطفل طبعا لو عنده امساك، عنده مشكله في معدته، ما بيعرفش يركز، عنده صداع، الصداع ممكن يخليه ما يعرفش يركز عشان معدته عنده امساك لان ما بياكلش خضار، ما بياكلش عيش في رده. على قد ما نقدر نخلي السندوتشات في عيش بلدي اللي فيه رده، مش العيش الفينو. العيش الفينو برده بيعمل امساك، وفي نفس الوقت مش ما فيهوش فيتامين بي، وفيتامين بي ده مهم جدا، مش زي العيش الطبيعي بتاعنا المليان رده. خليني استاذنك يا دكتور ناخد كمان اتصال تليفوني من حسن من المنوفيه. اهلا بيك يا استاذ حسن. الو، معانا تليفون. انا المهندس حسن من المنوفيه مركز منوف. اهلا بيك يا استاذ يا باشمهندس حسن، اتفضل. الله يخليك يا فندم. حضرتك انا بتكلم عن موضوع الاغذيه الفاسده اللي هي بتؤدي يعني الامراض وكثير من اللي هي الاحباط والحاجات ديت اللي بتؤدي للمستشفى بالاخر، او الامراض اللي هي اللي بتؤدي البهدله وكده يعني في فبيتحجزوا في المستشفى في الاخر. حضرتك ليك اي سؤال للدكتور امل النهارده؟ حضرتك بقول ان يعني احنا برضو بنفضل الاكل البيتي اللي هو الاكل الصحي اللي بيجعل الاطفال زي اللبن والجبنه والخضار والفاكهه والحاجات دي بتخلي فعلا ان ده بيؤدي الى بناء اجيال، بيؤدي الى اجيال يعني سليمه. البنيه بتاعتهم بتختلف وجسمهم بيختلف. يعني انا بشكرك على اتصالك الاكثر من رائع ده، وخصوصا انه قد ايه يبقى في وعي من الاهالي ومن الاسر ومن اولياء الامور بانه اولادهم مهم جدا التغذيه السليمه ليها. يا دكتور احنا كمان عايزين نعلم اولادنا ازاي يعرفوا الاكل ده سليم ولا بايظ. مهم جدا جدا. انا عن نفسي بعمل كده مع بناتي، هم تعالوا يشموا ريحه الاكل لما يبقى سليم، ولما يبقى داخل على ان هو حمضان، ولما يبقى حمضان بخليهم يشموا ثلاثه عشان يعرفوا فرق ده من ده، من اللون، تغير اللون، في حاجات لونها متغير فيبتدوا حتى من غير ما يدوقوها يعرفوا ان لونها متغير، فخلاص دي تبقى بايظه. عليها عفن، اقول لهم تعالوا شوفوا شكل العفن شكله ايه، لو عيش مثلا بايظ او بتاع ابقى حريصه ان هم يشوفوا الحاجات دي عشان يعرفوا ان ده بايظ وده مش بايظ. فدي مهمه جدا جدا، حتى من على بعد بقوا يعرفوا ده في ريحه مش صح، فبدات انا كده بقوي الحواس بتاعتهم وبعلمهم ما ياكلوش اكل بايظ على طول. انا اعرف ناس خدوا البتاع على طول شربوها دخلوا على طول تسمم، حالات تسمم اللي بنشوفها كل شويه. فيعني على قد ما نقدر نحاول ما ناكلش بره، ويعني نصيحه بلاش المعلبات على قد ما نقدر برضو، يعني المياه الغذائيه بلاش لانها بتكسر الكالسيوم خالص، بتبوظ المعده، الهضم، عمليه الهضم تماما. يعني انا بقول له يعني دي حاجات مهمه جدا جدا جدا. بشوف شباب صغير جدا يعني تينيجرز زي ما بيقولوا عليهم مراهقين، ومجرد ان هو قاعد على السرير جبست ايده. يعني احنا وصلنا مرحله دي من انهشاش العظام، وفي السن الصغير ده اللي هو المفروض يبقى البنيه بتاعته قويه واحسن سن في العظام، نلاقي عنده كسر بسبب وقعه سرير من الكنز اللي على طول ماسكها في كل مكان. صحيح. وخد بالك المؤمن القوي خير واحب الله من المؤمن الضعيف، يعني احنا عايزين جيل كله اصحاء واقوياء. ده انت عارفه ان نقص يعني في حوالي 155 مليون طفل عنده تقزم على مستوى العالم بسبب سوء تغذيه، يعني منها حوالي 38% نسبه منهم موجودين في افريقيا او اسيا، فالنسبه كبيره. ان انا اقول ان الطفل جاله تقزم نتيجه ان وزنه قليل نتيجه سوء التغذيه، فدي دي دي مشكله، يعني لازم نحط فوكس عليها جامد جدا. نقول للناس يا جماعه لا، ناخد بالنا كويس قوي ان احنا لازم نهتم نوزن ولادنا ونشوف طولهم والطول مناسب لوزنهم ولا لا،
يعني لا مش عايزين لا سمنه مفرطه ولا تقزم. عندنا اطفال صغيرين ولد لما ولو بنت تلاقيها طويله كده ولا قزمه نتيجه سوء تغذيه. العوامل الوراثيه ما فيش مشكله احنا مش هنقدر نتكلم فيها، انما لما يكون نتيجه سوء تغذيه دي حاجه يعني صعبه لازم نركز عليها. يعني احنا كنا معروفين بالاطوال بتاعتنا وبالبنيان الجسدي كان مختلف تماما، دلوقتي الاجيال بتختلف وكل ما ده بنلاقي اضعاف ان في الصين واليابان كانوا اقزام كانوا صغيرين، دلوقتي لان التغذيه عندهم بقت كويسه فطولوا عننا يعني مقارنه. فدي حاجه لازم ناخد بالنا منها. عندي لو شفتي زمان شرق اسيا غير دلوقتي يعني شوف الفرق طوله، لو حتى لو شفتيهم في الاولمبياد هتلاقيهم فرق كبير جدا والبنيه بتاعتهم مختلفه جدا، وتلاقيهم حتى يمكن حتى ده بيفرق في الانتاج بتاعهم، تلاقيه بقى طبعًا في الشغل طبعًا بيطلع طبعًا احسن، تلاقيه عنده استعداد ان هو يقعد يشتغل ساعات أكيد اطول، لانه كل ده بسبب ان هو اتغذى صح، اتاسس صح، وده اللي ممكن بنلاقيه عندنا. لا في جاب كبير، عشان كده اهتمام الدوله النهارده بالجزئيه دي ده شيء رائع جدا. احنا يعني اهالي المفروض ان احنا نساعد الدوله بشكل كبير جدا، نشجع اولادنا على ده وعلى الثقافه دي، وان هو يبقى في كشف مبكر يعني في المدارس النهارده. المبادره الجميله دي رايك فيها ايه؟ جميله رائعه. التحاليل اللي بتتعمل بيعملوا انيميا والوزن والطول والسكر، حقيقه مبادره رائعه. يعني معظم الـ يعني تشيك اب ده هايل جدا للاطفال. ابدا من الجيل بقى، ابتدي من الاول عشان يطلع جيل ناشئ صح. هستاذنك ناخد اتصال تليفوني كمان من ام احمد من الغربيه. اهلا بيكي. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا بيكي حبيبتي، اتفضلي. كل عام طيبين. وانت طيبه وبالف خير. معانا النهارده دكتور امل، لو حابه تسالي اي سؤال في يعني التغذيه السليمه للاطفال. بنتي ضعيفة. أيوة أيوة حبيبتي احنا سامعينك. لو سمحتي بنتي ضعيفة قوي وما بتاكلش ولا مؤاخذة يعني بتتبول على نفسها بالله. عندها كام سنة؟ هي عندي 9 سنين. 9 سنين وجسمها ضعيف؟ يعني وزنها قليل؟ ضعيف قوي وجسمها قليل. طيب دكتور ليكي أي أسئلة ليها؟ طيب هي بس قبل ما تعمل حمام قبل ما تنام لازم تعمل حمام، وما تشربهاش ميه قبل ما قبل يعني مثلا قبل الساعه بعد الساعه 8 ما تشربهاش ميه، ويعني عشان نتجنب انها تعمل تويلت بالليل. يعني على الساعه 12 كده او الساعه 1 بالليل حضرتك قومي صحيها فوقيها شويه كده تقوم تعمل تويلت وتنام تاني. لو عملنا الحكايه دي لمده يعني اسبوعين خلاص ان شاء الله مش هيبقى فيها مش هتعمل تاني يعني حمام وهي نايمه ولا حاجه. بالنسبه بقى للاكل يعني مش هنقول فاتح شهيه، احنا لو اهتمينا بالحاجات الاساسيه يعني لو ادينا عسل اسمر الصبح وبالليل لمده اسبوعين مش هيمنع الانيميا هتتشال تماما. يعني لو هي 8 هتبقى ما شاء الله تعدي ال 12 في خلال اسبوعين. حاجه بسيطه جدا ورخيص مش غالي ولا حاجه. دلوقتي البلح موجود، البلح الرطب والبلح السماني كل البلح ده يعني على طول ما شاء الله حاجه جميله جدا جدا جدا. يعني نشكر ام احمد، بنشكر شكرا جزيلا على اتصالك. وقد ايه مهم قوي يا دكتور التغذيه ان الاولاد دي يطلع يعني في حاجات معينه محتاجين ان احنا نقويهم بيها. دايما الامهات يقول لك اصل عنده نقص مناعه. نقص مناعه لانه الجسم مش قادر يقاوم، الجسم مش قادر يقاوم لانه ما عندوش خط دفاع هيدافع ازاي اذا كان هو اساسا جسمانيا ضعيف. زي ما تجيبي عماره كده اساسها ايه ضعيف هتقع مع اول هزه هتقع، انما لو اساسها متين مبنيه صح. احنا بنأسس الاطفال من هم جوه بطن مامتهم هم حاول، فما بالك اول سنتين دول مهمين جدا جدا للطفل عشان يطلع طفل صحته كويسه وقوي. وبعدين من هو بقى من سنتين لحد سن المراهقه هو الاساس، هو ده اللي انا ببني منه جيل صح يطلع بعد كده يعني هد الدنيا. الجزئيه كمان مهمه قوي يا دكتور في يعني اثناء الدراسه وبتهم كتير من الامهات التركيز، ان ما ينساش ان تديله الدرس من هنا تلاقيه تاني يوم ما فيش اتبخر على طول. يمكن حتى نلاقي التحصيل في الامتحانات يعني فيش خالص بسبب النسيان وقله التركيز. هل في اغذيه معينه نركز عليها كامهات في البيت هي دي اللي بتزود يعني تحصيل الذاكره عندهم؟ ده السؤال ده حلو قوي، جميل، اسم حلو قوي، سؤال حلو قوي. بصي هو الحاجات اللي يعني كل ما تلاقي تاكلي حاجات الوان كتير دي حلوه جدا جدا جدا. يعني كل اي حاجه ملونه
يعني الكركم حلو جدا 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 جدا، مفيد قوي يعني بيزود التركيز. لو احنا خدنا يعني كأن احنا بنشرب، بدل ما بنشرب شاي هنديهم جنزبيل بلبن، جنزبيل بليمون حلو قوي بيزود التركيز بيقوي المناعة. الأمهات بقى تركز معانا ونكتب ورا الدكتور عشان ايه النصايح دي اعتقد مهمة جدا ان هم يجيبوها ويشربوها بلبن. اه يعني الحاجات دي يعني بلاش نشرب شاي ونسكافيه وقهوة لان دي الحقيقة بتقلل مش خلي بقى عشان يركز فانا هشرب قهوة واشرب شاي عشان الطفل يركز، لا لا خالص. بيشتغل وقت الامتحانات بقى بالظبط كده. خليني استاذنك هناخد اكتر تفاصيل في النقطه دي، بس ناخد اتصالات الفنيه عشان ما نطولش عليها. من سعاد من البحيره، اهلا بيكي. الو سعاد سامعانا؟ ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. استاذنك نوطي صوت التلفزيون وانت تسمعينا من التليفون. ايوه مع حضرتك. وطي بقى التلفزيون. سؤالك ايه؟ اه اتفضلي حبيبتي سامعيني. عندي طفل عنده 6 سنين ضعيف وعنده سوء تغذيه، مش بياكل وعلى طول مغلبني على الاكل. تمام، على طول بيعند في الاكل، ما عندوش شهيه. اه جبت له على طول فاتح شهيه وحللت له انيميا، انيميته ضعيفه وتعبت معاه مش عارفه اعمل له ايه. طيب يا حبيبتي ليك اي سؤال تاني؟ لا شكرا لحضرتك. طيب اشكرك شكرا جزيلا على اتصالك. يعني ايوه فعلا السؤال متكرر. فاكهه، ادي له فاكهه. فاكهه وعصير، فاكهه وعصير، يعني لحد ما هو يبتدي جسمه متعود. وبعدين مش لازم مكرونه ورز كتير، لا يا دوبك قطعه لحمه صغيره، فراخ، اي بروتين ان شاء الله، حتى اي حاجه بس فاكهه كتير. ادي له فاكهه وعصائر لحد ما يعوض النقص ده، يبتدي هو ياكل بقى لوحده اللي كان عايز ياكل. يعني فعلا في فواكه معينه نركز فيها مثلا؟ بصي اي فواكه موجوده في السيزون، يعني سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا نعم كتير. وكل وقت يعني البرتقال بيبقى في شتاء الناس بيجي لها برد كتير، فتلاقي البرتقال، الجوافه، حاجات تقاوم. دلوقتي مثلا في البلح والرمان وبتاع داخلين على مدارس، فهيدينا يعني تركيز اكتر. وقبليها كان المانجا، يعني الصيف كله مليان فاكهه كتير، ودي حاجه من نعم ربنا سبحانه وتعالى. تركز على الفاكهه ان شاء الله تتفتح الشهيه بتاعته وتبتدي ياكل سنه سنه. ناخد استاذ كرم من الشرقيه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا بحضرتك، اتفضل. ازيك حضرتك؟ انا من الدكتوره. الحمد لله، اتفضل الدكتور امل مع حضرتك. ازيك؟ اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم. الله يخليك. عايز اسالك بس بالنسبه للطفل، عندي ابني كنت محلل له انيميا. طلعت كام استاذ كرم؟ لا سامعني دكتوره. ايوه اتفضل سامع حضرتك. كان جسمه 100 100، وبصيت مره واحده لقيت جسمه مصفر كده اصفار. ايوه تمام يا فندم. هو عنده كام سنه؟ عنده هو في ثالثه ابتدائي. هو اول حاجه يعني يحلل طبعا، بعد ما حلل الدم يحلل بول وبراز، دي حاجه مهمه. بول وبراز وكل حاجه. طلع حاجه فيه طفيلات في المعده ولا حاجه؟ عنده ديدان يعني ولا حاجه ولا لا؟ لا ما لقيتش حاجه، بس لقيت خسسان. لقيت خسسان. ايوه سامع حضرتك يا فندم. سامع خسان وتحت عينه كده اسمر. حللت له كل التحاليل ما فيش عنده حاجه، وخسان ورجله بتوجعه. طب الانيميا فيها حاجه؟ في عنده ميكروب؟ لو رجليه بتوجعه دي يعني ما احنا حللنا له ميكروب، حللنا له دم وكل حاجه، ما فيش برضه. ما فيش اي حاجه ظهرت خالص في التحاليل؟ ما فيش اي حاجه ظهرت في التحاليل. كان انت شايف ان وزنه اقل من يعني الاقران او زمايله؟ خدت مره واحده، ده مش طفل، كذا طفل عندنا بالنظام ده. حضرتك بتقول 9 سنين. تمام يا فندم، ليك ايه سؤال؟ يعني هو لازم يشوف يعني طيب هي الدكتور هترد عليك. انا هستاذنك تتابعنا بقى من شاشه التلفزيون، وبشكرك شكرا جزيلا على اتصالك. هو لو ما كانش عنده انيميا والتحليل ما فيهوش فيه انيميا، فلازم يروح لدكتور متخصص اطفال.
عشان يعرف السبب الرئيسي وراء الموضوع ده. ممكن يكون حاجه تانية، ميكروب ولا حاجه هي اللي عامله السبب ده. انما لو هو حلل ولقى ان في انيميا يبقى لازم ياكل كويس، يبقى دي يبقى ده موضوع تغذيه 100%. وخصوصا ان هو شكله موضوع وراثي في العيله، بتقول لك يعني بيقول كذا طفل في العيله نفس نفس الكلام، بيجي عند وقت معين ابتدوا يخسوا، ابتدوا عشان مجهودهم بيبقوا اكتر، بيجروا بيلعبوا بيدعوا ما فيش اكل، فلازم فبيخسوا. فتره نمو، فتره انتقاليه ما بين يعني ان هو يكبر درجه فيوصل سن المراهقه والبلوغ، فده طبعا بيأثر فيه. تلاقي كل الحاجات عنده مختلفه، يعني من ضمن الحاجات اللي بتظبط الهرمونات جدا 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 ومناسبه قوي للاطفال اللي هم في سن يعني في سن البلوغ، غذاء ملكات. احنا نجيب غذاء ملكات ونحطه على العسل الابيض، وناخد الصبح معلقه على الريق، بس معلقه بلاستيك او خشب، ما ينفعش معلقه حديد لانه بيتفاعل معاها. ده بيظبط الهرمونات تماما حتى للكبار، بس نسبه الغذاء الملكات للصغيرين بتبقى اقل من الكبار. تمام. وخصوصا كمان مفيد جدا جدا للسيدات برضو، بيظبط لها الهرمونات بشكل غير عادي. تمام. حلو جدا يعني. يعني العسل الابيض نركز عليه وقايه من امراض كتير قوي، ما فيش فرق للناس. يعني على زبادي نحط عليه معلقه عسل، لبن نحط على اي حاجه نعرف ندخل فيها العسل. اوكي. تمام. ناخد ايناس من البحيره. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا بيكي، اتفضلي. اهلا بحضرتك يا فندم، لو سمحت ممكن اسال الدكتوره سؤال بعد حضرتك؟ طبعا اتفضلي يا حبيبتي دكتور. لو سمحت. السلام عليكم دكتوره. وعليكم السلام، الله وبركاته. دكتور لو سمحت، انا ولادي 6 سنين، توأم ثلاثي ما شاء الله، ربنا يخليك. فهم اولا كنت تعبت بعد الولاده، فما رضعوش طبيعي خالص. ماشي. وكان في برضه طبعا حضرتك عارفه يعني الثلاثه في فتره الحمل ما كانش فيه الكالسيوم، حاجه تعبتها ديت يعني. ما شاء الله. ماشي. فالوقت هم فيهم واحد كانت حاجه بتحضنه شويه، فلغايه دلوقتي هو رفيع قوي. ماشي. فانا عايزه بس يعني ايه، معلش يعني عرفت اتعامل معاهم ازاي؟ يعني اعوض لهم اللي هم اخدوهم ازاي؟ وخصوصا هم ايه ما بيشربوش اللبن غير مثلا عليه الحاجات اللي هي نسكويك والحاجات اللي هي ايه باودر والحاجات دي كلها. ماشي حضرتك. فالوقت نسبه التركيز عندهم برضو يعني هم في الحضانه برضو تبقى فيهم 2 مش قد كده في التركيز برضو. فده يرجع للتغذيه ولا ايه حضرتك؟ طبعا طبعا، لان هم يعني ربنا يخلي ويبارك ما شاء الله، الله فشيء طبيعي ان تلاقي حتى في التوأم لو 2 تلاقي في واحد مختلف شويه عن الثاني. فالحقيقه يعني طالما هم لسه صغيرين فاهتمي قوي بالحاجات اللي هم بيحبوها وسهل قوي ان هم ياكلوها. يعني لو خد معلقه عسل هو ماشي كده امسكيه، خد معلقه عسل اسمر امشي خلاص بقى انت كده ايه كويس، خد بلحتين امسكيه، خد مش لازم يقعديه جنبك وخد ايه واكلي بقى لا، في حاجات صغيره ممكن ياكلها في عز اللعب واديها له، مش هياخد بيه كوبايه عصير وخدها وامشي. يعني هو مش لازم ياكل 3 وجبات في اليوم، بالعكس دول ياكلوا 6-7 وجبات بس، وجبات صغيره جدا. يعني ممكن كل ساعتين ياخدوا حاجه، كل يعني بحيث ان هو ايه يعني هيفطر ويتغدى ويتعشى، لكن ما بين كل واحده وواحده لازم وخصوصا يعني هم صغيرين، يعني حبه البركه دي حلوه جدا 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 ليهم، يا ريت كانه بيشرب شاي بس بدل ما يشرب شاي تبقى حبه البركه. طيب انا بشكر ايناس. حبه البركه يا دكتوره يعني اتفضلي ليكي سؤال تاني اتفضلي. ايوه دكتوره، حبه البركه ديت يعني معلش انا اسفه يا دكتوره حضرتك، هي عندي اللي هي الحبوب دي بس. ايوه اعمليها زي الشاي بالظبط، ميه حطي معلقه حبه بركه في كوبايه زي ما بتعملي شاي كشري، وحطي عليها ميه سخنه وخلاص، وحليها بعسل عشان يبقى طعمها حلو. عشان يبقى طعمها حلو ومساق بالنسبه لهم يشربوها. جزاك الله خير. شكرا لك يا حياتي، شكرا جزيلا. معانا اتصال اخر من ساره من البحيره. الو. ايوه حضرتك، اهلا بيكي حبيبتي اتفضلي. انت كنت عايز دكتوره. الدكتور امل سامعاكي اتفضلي. بصي يا دكتوره، انا كان معايا فرقه ماشي ووصلت الشهر الثاني ماشي، وكان الثاني ديت خالص. انا هستاذنك يا ساره نعيد تاني السؤال وتعلي صوتك عشان احنا مش سامعين السؤال خالص. بنقول لك حضرتك التوأم. ايوه اتفضلي يا سامي. كان معايا توأم. ايوه. ولدتهم في شهر الثامن، من 14 يوم من شهر الثامن، ولدتهم واحد كان قادر 2.5 كيلو وواحد 1.5 كيلو وربع. تمام. ف الثاني ده اللي هو قعد في الحضانة 12 يوم. قعد في الحضانة 12 يوم وبعدين طلع. فايه الثاني توفى؟ الثاني توفى اللي هو كله ربع جوه.
ماشي في وزنه لحد دلوقتي، هو عنده 8 شهور وزنه 6 كيلو ولا لسه سحب ولا لسه قاعد. ورحت فاكره هي معلومه معلش عشان هو وزنه ضعيف وكان نازل وزنه ضعيف هتبقى كده ضعيف برده. وانا احترت معاه بالغزة عشان هو ما بيرتاحش من صدري. وبصي يا دكتور احترت معاه وزنه ضعيف وزنه 6 كيلو لحد دلوقتي وعايز برده اسال السؤال في يعني. طب انت رحتي لدكاتره الاطفال قالوا لك ايه؟ رحت لدكاتره الاطفال قالوا لي هو عشان وزنه نازل فيه ضعيف هيفضل برضه ضعيف. هيفضل ضعيف، لكن مفيش حاجات مثلا معينه ماشيه عليها بتتبعي اغذيه معينه ليه؟ لا انا 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 كل ما بنتابع الدكتور يقول لي مثلا اكلتي خضار، اكلتي بس فراخ، اكلتي بس حاجات من دي، انا بنأكله وهو ما بيتحطش من صدري. انا بنرضع الدكتور مطلع له لبن. بترضعي صناعي؟ اه صناعي. طب يا حبيبتي اسمعينا بقى من التلفزيون، دكتور امل هترد عليكي. بشكرك شكرا جزيلا على اتصالك. هي بتقول ان كان عندها توأم واحد كان وزنه كويس 1.25 كيلو، والاثنين كانوا في الحضانه، اللي كان وزنه 2.5 ده توفى ووزنه قليل. ربنا يخليه لها يا رب. هو دلوقتي عنده 8 شهور لا بيزحف ولا بيمشي ولا اي حاجه من الاقران طبعا اللي زيه في العمر ده. وهو لما بتروح للدكاتره يقول اصل هو اتولد وزنه قليل فهيفضل طول عمره بالشكل ده. لا لا مش هل مفيش اي حاجه تقدر تعملها؟ هو بس يعني بالراحه واحده واحده معاه، لو اتغذى كويس واحده واحده ان شاء الله يبقى كويس وزي الفل، ما فيش اي مشكله. ناس كتير جدا بتبقى اقل منه في الحضانه ما شاء الله دلوقتي زي الفل. يعني هي لازم تكون متفائله اولا، لان التفاؤل ده حاجه مهمه جدا حقيقه. يعني لو هي خدت انطباع ان هو هيفضل طول عمره كده هيفضل طول عمره كده. يعني تفائلوا بالخير تجدوه. الله، يعني لازم تتفائل يعني فعلا. تفائلوا بالخير تجدوه. طاقه الواحد لما يعيش بطاقه ايجابيه ان شاء الله اللي جاي احسن هيبقى احسن. طبعا ان شاء الله دايما اللي جاي احسن يا رب، وان شاء الله يبقى كويس ويبقى تشوفي احسن واحد في الدنيا يا رب. بس هي واحده واحده برضو تمشي معاه. يعني رز مسلوق، تفاحه مسلوقه مهروسه تديها له على قد ما تقدر، واحده واحده هيبقى زي الفل ان شاء الله. تمام ان شاء الله. خلينا ناخد كمان اتصال تليفوني من عنتر من اسيوط. اهلا بيك. السلام عليكم. ممكن لو سمحتي اسلم الدكتور امل؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور امل معاك، اتفضل. ازيك يا دكتوره؟ ازي صحتك؟ اهلا وسهلا، ربنا يخليك. شكرا على الشاشه. والله يا دكتوره ربنا يخليك، ده من ذوقك ربنا يخليك. والله دكتور عندي في كي جي 1 في كي جي 1 هو طويل ما شاء الله وبياكل كتير بس مش باين عليه. ما شاء الله ما شاء الله. طب طالما طويل ما بياكل كده طويل ما شاء الله وبس مش باين عليه، يعني ياكل كتير كتير وبرده مش باين عليه. اول حاجه حلله، شوف تحليل، لو ممكن يكون فيه طفيليات ولا حاجه في المعده، لو ما فيش يبقى ما شاء الله كويس. يبقى هو بيحرق كتير، يعني هو بياكل وبيحرق وبعدين هو بيطول ما شاء الله. فهو الاكل بيطلع في الطول مش مشكله. يعني طالما صحته كويسه ما شاء الله، يعني تحت عينه ابيض، يعني بيركز كويس، بيلعب، يعني بيستجيب للي انت بتقول عليه، فخلاص ما فيش مشكله خالص. بس اعمل التحاليل الدكتور قالت عليه. طب في اكل معين يا دكتوره بيقولوا اكل معين ممكن توصفي لي؟ هو الاول حاجه معين. الاول حاجه لازم يحلل، لان مهمه جدا لازم يحلل. تاني حاجه احنا قلنا الحاجات الطبيعيه والخضار والفاكهه دول اهم حاجه في الدنيا، لازم ياكل خضار وفاكهه كتير جدا جدا. نبعد عن الحاجات اللي فيها دهون بقى وحاجات زيت وحاجات مقليه كتير، لان الحاجات المقليه كتير دي برضو صعبه في الهضم فبتتعب الاطفال. بالعكس، كل ما تبقى الحاجات سهله مثلا مسلوقه سهل الهضم، فبالتالي على طول بقى الهضم بتاعه سريع. وبعدين في حاجه مهمه جدا عايزين نقولها حقيقه، نصيحه، الناس لما تاكل ما تاخدش بعديها على طول فاكهه. لا، يعني بعد الاكل بساعتين تاكل فاكهه او قبل الاكل، لان ده بيحصل تخمر في المعده، لان الفاكهه سريعه الامتصاص. خلينا نشكره. شكرا جزيلا استاذ عنتر على اتصالك. والنقطه بقى المهمه يا دكتور، انه يعني احنا جدنا في الاتصالات التليفونيه اعمار مختلفه، هل التغذيه بتفرق من سن لسن؟ طبعا سن لسن، ولو طفل بيلعب رياضه ولا ما بيلعبش رياضه، بنت ولا ولد، يعني كل دي فروقات بس هل كل البيزك سن ليها حاجة معينة أنا بركز عليه؟ يعني في المراهقة لازم نديهم حاجة معينة، في 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 سن معين 10 سنين ده اللي داخل برضه على مراهقة الأقل، هنا في تركيز على أغذية معينة ولا لأ؟ بص حضرتك، هو كل ما بنكبر كل ما كمية الأكل ونوع الأكل بيزيد.
احتياجات يعني الجسم، احتياجات الجسم بتزيد طبعا. يعني مش معقولة هدل طفل في 6 سنين نفس اللي انا هدهوله ل 12 سنه. لا طبعا مختلفة. كميه ولا حتى كميه ونوعيه. يعني مثلا لو انا هديله يعني في حاجات خلينا نتفق عليها ان هي اساسيه لكل الناس. دي مهمه قوي، حاجات مهمه جدا جدا. يعني زمان الناس كانوا عايشين في الصحراء، لا كان بيجي لهم بقى امراض ولا فقر دم ولا الكلام ده، كانوا بياكلوا الحاجات الطبيعيه اللي موجوده. احنا دلوقتي بناكل حاجات ايه؟ بناكل يعني اكل سريع واي حاجه وخلاص، مفيش اكل سريع. ده حاجه موجوده دلوقتي في بيوت طبعا، خصوصا تحت كل بيت دلوقتي بقى في محل وفي مطعم، فبقينا خلينا بالزبط نستسهل اكتر. وهم الصغيرين بيشوفوا الكبار بيعملوا كده طبيعي هيقلدوهم. خليني اخد ساره من البحيره، عايز انا مره تانية سؤال. الو الو، ايوه ساره اتفضلي. ايوه حضرتك، انا جيت اسال السؤال الثاني قفلت. طيب يا حبيبتي قولي سؤال، احنا سامعينك دلوقتي. بصي حضرتك، انا لسه سأل الدكتور عن ابني اللي هو عنده. ايوه انت سامعاني؟ ايوه سامعينك يا حبيبتي اتفضلي. بصي انا ابني اللي هو عنده 8 شهور اللي مولود كله وربع ديت. ماشي، فانا نفس الدكتوره بس تقول لي اعمل ايه عشان وزنه يزيد. تمام، هي الدكتور جاوبت عليكي، بس انت هتسمعي مره ثانيه الاجابه بتاعتها. ليك اي سؤال تاني؟ سؤال ثاني حضرتك. عندي سؤال ثاني. اتفضلي. عندي سؤال ثاني. اتفضلي سامعينك، انت بس وطي التلفزيون هتسمعينا كويس. بصي انا حضرتك بنتي شايله عليها وهي عندها 5 شهور. بنتي انا كنت حامل عليها وهي عندها 5 شهور. تمام. ماشي، فحضرتك لما حملت عليها وهي عندها 5 شهور انت فلتني رضعها اللبن الصناعي لحد سنه، فبعد كده اديتها اللبن البقري. الدكتور قال لي بقى ايه، حط لي اللبن الصناعي ده وادي لها اللبن البقري. فلحد دلوقتي عندها سنه ونص بتاخد اللبن البقري، بس ندخل لها اي فواكه اي اكل اي حاجه ثانيه، اي اكل ما بترضاش تاكله خالص غير الرضعه كده، اديها لها تاخدها طول النهار على كده. ممكن مثلا اعمل لها رضعه رضعتين بالنهار 3 كده، اما فواكه واكله شربه خضار اكلها رز اكلها اي حاجات من دي ما بترضاش تاكل خالص. تمام يا حبيبتي، حالا الدكتور هترد عليكي. هي ليك طيب. بشكرك شكرا جزيلا على اتصالك يا ساره. ويعني الطفلين متاثرين جدا في التغذيه. بس بالذات يعني عايزه اقول لك يا دكتور، الحاله دي بتتكرر كتير قوي كتير من امهات. يقول لك انا معايا بيبي ولسه ما خلصتش المشكله على فكره. بتحمل عليه مره ثانيه. يعني حاول قدر الامكان ان احنا يعني على الاقل يبقى فيه 2-3 سنين اقل، يعني عشان خاطر الطفل ده يقدر يتغذى حقه، وهي كمان تقدر تستعيد طاقتها وقوتها عشان تقدر اللي جاي ده يقدر ياخد، لان الاثنين بياخدوا منها. طيب. هتيجي هي في الاخر مش هتقدر تربي الاثنين. لكن الحاله حصلت بالفعل، هل هي تقدر ان هي يعني تعوض الحق اللي هي او واحده واحده من بدري ده؟ تعمل يعني بصي تعمل، طالما هي خلاص اتعود على اللبن البقري تعمل رز بلبن، تبدا حاجه صغيره. في الاول هيرفض، يعني معلقه هتلاقيه خدها، وبعدين ايه بعد كده مره في مره رز مسلوق، حاجه مش ما تحطش سكر بقى، يعني هي ما تحطش السكر خالص عشان ما يحصلش تخمر في معدته. تدي له مثلا تفاحيه مهروسه، يمسك حاجه في ايديه خياره ولا حاجه هيعضعض فيها، خد الفيتامينز، لازم ياكلها كلها. الفيتامينز حاجه صغيره جدا تخش جسمه بس. تمام. مش لازم يعني مره في مره، جسمه هيتعود هيبتدي يقول انا عايز. لو اديت له عيش حاف كده هياكل فيه، اسنانه هتبتدي تطلع، هيبقى عايز يعض في حاجه، فبدل ما يمسك الببرونه ولا العضاده هيمسك فيها هيشد فيها هيستفيد. فهيبتدي هياكل، ما تقلقيش كله بياكل. الجزئيه بقى الاهم اللي بتهم كتير برضو من الامهات وقت الدراسه، انه بيبقى يعني احيانا الفصول بتبقى مقتصه بالاعداد، في تلامس وتقارب مباشر ما بين الطلبه فبيجعلها بقى بكام فيروس حلوين كده مع اول يومين دراسه، وخاصه لو بقى كمان التغير المناخي اشتد ودخلنا في الشتاء جامد قوي، فنلاقي يا اما انفلونزا وبرد يا اما حصبه وجوديري وحاجات ليها بقى اعراض وليها علامات. فهنا نعمل ايه يا دكتور عشان نحمي اولادنا من الامراض او الموسميه او الحاجات اللي ممكن تظهر بسبب الازدحام في الفصول؟ حلو السؤال ده حقيقي. شكرا. ربنا يخليكي، دي اسئله جميله. اشكرك يا دكتور. ربنا يخليكي. هو طبعا مهم قوي يبقى في تهويه جيده في الفصل، يعني بجد نكون حريصين ان نعلم اولادنا ان الفصل لازم الشبابيك مفتوحه، ما فيش يعني اسمها ان الدنيا ساقعه الدنيا برد انا قافل الشبابيك. متكتكين لا، لازم افتح الشبابيك.
دي مهمه جدا جدا جدا. الحاجه الثانيه قبل ما ياكل او يشرب لازم يغسل ايده، ما ياكلش حاجه اكل ملوث، اكل كده ايديه لمست حاجه. المدارس بصراحه يعني بتبقى مأمناهم ياخدوا معاهم مطهرات. احنا كان عندنا في المدرسه واحنا صغيرين والله كانوا بيفتشوا على فرشه السنان، غسلت سنانك ولا لا؟ الله. في المدرسه وفعلا حقيقه كل يوم بعد الفسحه يشوفونا احنا غسلنا سناننا ولا لا. طبعا في صابونه وفي كل حاجه، فيعني شوفي قد ايه وصل الموضوع يعني بجد. البرتقال ده مهم جدا جدا جدا. وبعدين اقول لكم حاجه، سنه على النبي عليه الصلاه والسلام جميله جميله، كان كل يوم الصبح يشرب كوبايه معلقه عسل ابيض على كوبايه ميه، ميه عاديه من الحنفيه يشربها. الله. اولا دي بتدي مناعه جميله جدا، بتحرق الكوليسترول اللي موجود في الجسم كله، ما بتدخنش، بتخسس، وبتدي طاقه عاليه جدا يعني، وبتدي الاطفال طاقه رهيبه. لو طعمه مش عاجبه حط ليمون، ليمون هيزود بقى فيتامينز، كانه شرب ليمونادها بس من غير سكر، بالعسل. 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 شوفي بقى ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمه يعني كده هتقوي المناعه بشكل طبعا. وقايه يجي لها بقى ان شاء الله. اولا يعني. اولا العسل فيه كل الفيتامينز الموجوده في الدنيا ما عدا فيتامين اي سي. فيتامين سي موجود في الليمون، حطيت الليمون خلاص انت كده خدت كل الفيتامينز الموجوده. في كل الفيتامينز به مركب كل حاجه، فانت لما تدي له معلقه كل يوم خلاص خلاص يعني 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 ان شاء الله يبقى كويس، ويدي له طاقه ونشاط يبقى يعني مش عايزه اقول لك بقى يبقى طيب. ممتاز. وقت المذاكره وخصوصا احنا بقى دخلنا بقى في فتره ما بعد رجوع من المدرسه، هل في تنظيم معين للاكلات هنا لحد ما ينام؟ ايه المفروض تجيبوله؟ احنا اتكلمنا عن اللانش بوكس، اتكلمنا عن الفطار وهو نازل، لكن لما يرجع النهارده من الدراسه انا هعمل معاه ايه عشان يذاكر اكتر لازم ياكل كويس أكثر. لازم ياكل، مفيش حاجه اسمها ماليش نفس، لازم ياكل لازم ياكل يعني اضرب عشان ياكل، بس احنا مش بنضرب يعني، بس يعني نكون حازمين ان احنا انت ما اكلتش هعاقب، مفيش مثلا مفيش نادي مفيش لعب مفيش يعني، لازم يبقى فيه زي ما في ثواب في عقاب. فالوجبه عباره عن نشويات، رز، مكرونه، عيش، بعد كده بروتين سواء كان لحمه سمك فراخ حاجه صغيره او ربع فرخه قطعه لحمه صغيره، خضار، سلطه، دي حاجات اساسيه. سلطه احط عليها زيت زيتون، زيت زيتون ده تهتم يا دكتور قوي ان ياكل بروتين ومش مهم عندها السلطه، لا اهم حاجه البروتين لا بالعكس انا ممكن ما اكلش يعني مش ما هو مش لازم كل يوم بروتين، ممكن اكل بروتين مره او مرتين في الاسبوع بس مش كل يوم بروتين كمان يعني هو الموضوع بالعكس. مش اجباري وكمان مش لازم كل يوم، هو مش لازم كل يوم بروتين، احتياج الجسم مش هو يعني ما هو انا بعوض البروتين في حاجه ثانيه، مش لازم يبقى بروتين حيواني. ما انا ممكن اخد فول والفول بروتين، الصبح اكلت فول خلاص عوضت يعني، اكل مثلا فاصوليا بيضة ما هو بروتين بس نباتي مش حيواني بالزبط. يعني مش لازم يبقى كل يوم فراخ كل يوم لحمه، هو هيزهق وانت هتتعبي من الايه انك انت، ومش كل الناس تقدر تعمل ده بالظبط. خلينا برضو واقعيين نتكلم على امكانيات الناس كلها ايه يعني، بس اهم حاجه ياكل خضار وفاكهه ورز وسلطه. وسلطه السلطه دي مهمه جدا جدا جدا. الفاكهه مش لازم يعني واحده موزاي، تفاحه، نص تفاح حلو كويس، بس ياكل فاكهه يعني. الفاكهه دي يعني بصي اولا بتقوي ذاكره وبتضيع الصداع، بتخليكي فريش. انت عارفه لو ذاكرتي وفصلتي ما بين المذاكره اديتي له عصير تفاحه خلاص انت قعدت نشط من جديد. الله. زمان بقى كان ايام المذاكره نسمع عن هرم السندوتشات اللي الام تدخله لابنها وكوبايه الشاي هاكل طبطبه كده هنام على طول مش هفكر انا هاكل وانام. اول ما يمسك الكتاب بتلاقيه يا حبيبي قوم انت لسه عارفه لو بتفرج على الكرتون ولا قافل تلاقيه مركز جدا ومنتبه واخد نشاط كل حاجه اشتغل والتركيز ايه 100 100. انا عايز اقول كمان ان الكرتون بيقلل القدره من التركيز، بيقلل التركيز يعني كتر فرجة او كتر عدد الساعات اللي بتفرج على التلفزيون بيقلل من تركيزه فعلا. والامهات اللي بتعود ولادهم بيقلل من فترة الذكاء على الفيديوز كتير والجيمز والموبايل واللاب والنت الحاجات دي بتقلل. بصي بتعمل مشاكل رهيبه يعني، انا اعرف ناس عملت لهم مشاكل صحيه وتوحد ومشاكل كبيره جدا. فنصيحه يعني بجد يبقى حدد مثلا في الويك اند في الاجازه في اجازه الاسبوع اخر اسبوع ساعة اتنين ماكسيموم، اكتر من كده لا، انما يعني طول اليوم كل وقت مش هيعرف يركز، هيجي يقرا مش عارف هو بيقرا ايه. اعتقد التأسيس والصغر بيفرق كتير قوي في وقت الدراسة بقى، نيجي ندخله مدارس بنلاقي ده بيفرق عليهم يعني. اعتقد اللي مثلا الرضاع الطبيعي غير الرضاع الصناعي طبعا، شكل التغذية كان بياكل لما بياكلش وهو صغير هيفرق معاه وهو داخل الدراسة.
هيبقى خلاص هو انت عارفه ان ابنك يعني في بعض الامهات ممكن تكون بتغفل، في ضغوط عليها كتير قوي، الام العامله غير الام مثلا طبعاً. يعني ده طبعاً. كله بيفرق في تاسيس طبعاً. الطفل يا دكتور. اه طبعا يعني بص حضرتك يعني مثلا الام العامله معظم الناس دلوقتي بقت تشتغل فمش هتقدر كل يوم تطبخ فهي بتعمل اكل وبعدين تحطه في فريزر وبعدين تطلعه، ما فيش مشكله، بس تطلع اللي على قد الايه القد اللي هتعمله، مش تسيحه وبعدين تدخله تاني وبعدين تخرجه، لا انا كده خلاص كل ده هدر فيتامينات وفايده وقيمه. اه طبعا ممكن يحصل فساد انهيار سريع ليها، فاكون حريصه على ان انا على قد اللي هطلعه زي العيش بالظبط، هحط عيش في الفريزر انا هاكل رغيفين ثلاثه هطلع رغيفين ثلاثه، احتجت هطلع واحدين. ايه اللي يساعد كمان على انه احيانا مع اللحوم مع الحديد مع الحاجات دي نلاقي امساك؟ بيعانوا كتير من الطلبه من الامساك لان ما بياكلوش خضار، والخضار فيه الياف، الالياف دي هي اللي بتساعد على الاخراج تحريك المعده بالظبط ليونه بالظبط بالظبط. نروح ناخد ملينات صناعيه او دي مشكله كيميائيه وهو عندنا الحاجات الطبيعيه. في ناس مثلا عندها امساك مزمن تاخد معلقه معلقه زيت زيتون، تشرب معلقه زيت زيتون تشربها، دي جميله جدا 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 حلوه قوي، بديل اعتقد بقى للسمنه والزيت والزبده والزيت الزيتون. على فكره انا هقول بس حاجه عشان بس الناس تبقى السمنه البلدي والدهون اللي هي والدهون الحيوانيه ما بتتخنش خالص خالص خالص، اللي بتتخن هي أيوة. هي زيوت المهدرجه او السمنه المهدرجه اللي هي السمنه الصناعيه النباتيه لان دي تبقى عباره عن زيوت مهدرجه. بالعكس ده هي دي اللي بتتخن جدا جدا، انما السمنه البلدي ما بتتخنش خالص خالص. انا ما باكلش سمنه بلدي، معلومه مهمه جدا. انا فكره انا كل الاكل في البيت سمنه بلدي. الله، فيعني مش تخينه ولا حاجه ما شاء الله، حلوه جدا يعني اعتقد ناس كتير قوي هتاخد بالها النهارده من نصيحه جديده وبالنسبه لنا مختلفه. طول عمرنا عاملين عداء مع لا لا خالص، بالعكس ما بتتخنش خالص خالص. بشكرك يا دكتور، احنا اعتقد للاسف كان محتاجين كمان لقاء اخر عشان نقدر نستفيد من المعلومات القيمه والذهبيه اللي كل ام لو اعتقد خدتها كده في حياتها ونفذتها، ما بنسمعش بس كلام وخلاص، لا ننفذ على ارض الواقع هيفرق كتير جدا في صحة أولادنا وفي تحصيلهم الدراسي. كان معايا النهاردة نورني وشرفني في الاستوديو دكتور أمل زكي، باحث بمعهد بحوث التكنولوجيا الأغذية بمركز البحوث الزراعية. نورتيني وشرفتيني دكتور، نورتينا في قناة مصر الزراعية. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. كان بشكر كل مشاهدينا الكرام النهاردة اللي تابعونا، ويا رب نكون قدرنا النهاردة نقدم لكم حاجة حلوة، وإن إحنا نقدر نركز على صحة أولادنا فعلا هنقدر نلاقي يعني إن شاء الله أولادنا متفوقين وناجحين نجاح باهر يعني يرضي كل حضراتكم، بس إن إحنا نقدر ان احنا نهتم بيهم ونتعب شويه ونهتم كمان بدعم الدوله لده وتركيز وتوجه الدوله الفتره دي لانها النهارده بتهتم باولادنا، فاحنا محتاجين نشد بأزرع. بشكركم والى القاء في لقاء جديد، استودعكم الله وامنه والى اللقاء.